نحن الآن نتواجد في أحد الشوارع التي تعج بالمواطنين بمحافظة إربد لنرصد مدى التزام المواطنين في الكمامة. هنا على يميننا في بعض المواطنين الغير ملتزمين أيضا بالكمامة. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. مساء النور. تحكي لنا أنت ليش مش ملتزم بالكمامة؟ ليش مش واضحها؟ لأنه بستنى بالعشاء. نتعشى إن شاء الله إذا الله راد. وحضرتك قبل شوي شفناك ماشي بالشارع ولكن ما كنت لابس كمامة قبل ما تقعد لهون، ليش مش ملتزم فيها؟ شوف كل الناس بدون كمامة، خلاص مثل حالي حال هالناس، كله بدون كمامة. مطاعم أخذت أنا سينوفارم المطاعم الصينية. الجرعة الأولى والثانية غنتك عن لبس الكمامة؟ يفترض إنه ليش أحملنا الجرعة لكان؟ نعم. ليش أعطونا الجرعة؟ مش مشان تغني الناس؟ ولا هي ما بتجيب نتيجة؟ هذا رأيي. شكرا لك. خلينا ننتقل لاحد المواطنين الثانيين. يعطيك العافية. نسألك بس ليش مش ملتزم بالكمامة؟ شكرا لك. يعطيك العافية. الله يعافيك. تحكي لنا ليش مش ملتزم بالكمامة او ليش مش لابس الكمامة؟ هل هناك مبرر؟ والله خلص واحد اخذ مطعوم لطالبينه والامور شايفينها خلص ان شاء الله مستتب والامور فتحت، يعني ما فيش داعي انه الواحد يظله يعني حاط الكمامة وراس حاله. نعم شكرا لك. وحضرتك تحكي لنا ليش مش ملتزم بالكمامة؟ والله يا صديقي قاعد لحالي برا وبستنى بالاكل، ف ما اظن في داعي انه البس الكمامه. شكرا لك. خلينا نلتقي الزميل محمد لاحد المواطنين الاخرين. هنا ننتقل الان، هاي احد المواطنين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ليش انت ملتزم بالكمامه او ليش مش لابسها الان؟ لاني ماخذ مطعوم. ماخذ الجرعتين. الجرعتين. شكرا لك. يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. تحكوا لنا ليش مش ملتزمه بلبس الكمامه؟ لانه نحن مكان يعني اكل، رح ناكل هلا مثلا حلويات او هيك، والمكان مفتوح فما في داعي لو انه جوا لكنا التزمنا. نعم عفوا. يعطيك العافيه استاذ. ممكن دقيقه من فضلك؟ تحكي لنا ليش مش ملتزم بلبس الكمامه؟ لا هي معي لاني بعيد بس لازم انه انت تلتزم. لا بالشارع ما بصيرش. نعم. بس بعدين ما اخذ مطعوم. نعم ما اخذ مطعوم. شكرا لك. هذه يعني بعض اراء المواطنين الذين لا يلتزمون بلبس الكمامه. الان ناتي على اختي. يعطيك العافيه. هلا. يعافيه. تحكي لنا انت ليش مش لابسه الكمامه؟ بصراحه كثير بتضايقني بس. لك الآن نرى أحد الأشخاص الآخرين. يعطيك العافية. تحكي لنا ليش أنت مش ملتزم بلبس الكمامة؟ والله لأنه بفضل الله يعني خلص الوباء إن شاء الله على خير وأخذنا المطعوم، فمشان هيك يعني ما فيش داعي للكمامة الآن. شكرا لك. نلتقي هنا مع أحد المواطنين. يعطيك العافية. الله يعافيك. تحكي ليش مش ملتزم بلبس الكمامة؟ أبعد رن. نعم شكرا. هذه بعض يعني بعض الأشخاص في محافظة إربد والمواطنين الذين التقيناهم مساء الليلة وغير ملتزمين بلبس الكمامة. حقيقة يعني أستاذ محمد العديد نشاهد العديد ورصدنا العديد في محافظة إربد غير ملتزمين في لبس الكمامة وخاصة في الأسواق التجارية بمحافظة إربد. نعم. نحن الآن في وسط البلد، وسط العاصمة عمان، نرصد مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامة من عدمه. سنبدأ من هذا المكان تحديدا. إذا يعني قابلنا في البداية أحد الشبان أو المتسوقون أو إلى آخره، يعني هنا نشاهد نسبة ارتداء جيدة. يعطيك العافية صديقي. كيف الحال؟ صعب؟ صديقي العزيز كيف الحال؟ ما بدك تتقابلنا؟ يلا ما في مشكلة. شباب يعطيكم العافية. كيف حالك؟ كن سؤال سريع. يلا في شوية شباب كيف حالكم؟ يعطيكم العافية. برضو ما بدك؟ أنا بدي. ما بدكم؟ إيش؟ ليش مش لابس كمامتك؟ في الشداية. شايف حد لابس كمامة؟ ما هو ليش مش لابسين كمامة؟ أنت برأيك؟ لا أنا بحكي داد معك. شايف حد لابس كمامة؟ طلع مثلا الشاب. أوكي. ليش مش لابس كمامة؟ أنت شايف إنه اللي مش يعني الأغلب مش لابس فخلص ما نلبس. بالضبط. هو لو في غرامات كان نلبس صح ولا لا؟ الموضوع يتعلق بالغرامات أكثر من المرض. بالضبط. أوكي. أشكرك حبيبي. شكرا جزيلا. إذا هذا الرأي الأول، بقول لك الأغلب مش لابس لذلك أنا مش لازم أرتدي. شباب يعطيكم العافية. ممكن سؤال؟ كيف الحال؟ ليش مش لابس كمامتك؟ كمامتي؟ شايف إنه مطعومين كورونا. يعني هذا يغني إنه خلص ما ألبس؟
انا بالنسبه لي خلص يعني اخذت مطعمين كورونا. اذا هذا يعني سبب وجيز اني ما البس كمال. ما هو مطعمين خلص بكفي. خلص. صح ولا لا؟ صح تمام. معك صعب تطلع معنا؟ يلا ما في مشكله. ممكن اسالك سؤال؟ كيف الحال؟ تاكل كنافه؟ لو سهلا. انا شايفك لابس كمامه بس مش حاططها مع انه في ازمه، ايش السبب؟ يعني بدنا ناخذ برايك عادي. ناكل كنافه. صح وعافيه، يعني السبب انك تاكل كنافه. ولا احنا حاطينها ستاند باي يعني. يلا حبيبي. صح وعافيه، يلا اشكرك، اذا باكل كنافه بس في مين ممكن نعمل مقابله؟ نسالك سؤال؟ لما نشوف اهلك كلهم لابسين كمامه، انت ليه مش لابسه كمامه؟ لانه احنا جايين من امريكا. من وين؟ جايين من امريكا. ايوه خايفين على حالنا. بس انا بسالها ليش مش لابسه هي؟ هو عشان هيك الشعب الاردني مش خايف، بس احنا اردنيين بس احنا خايفين على حالنا. هن لا هم لا الامريكيين جايين من زينا. من امريكا. من امريكا جايين. امريكا لابسين، الاردن مش لابسين. لا هو هيك. الف سلامه عليكم. الف سلامه. شكرا على الاحراج. لا لا احنا بنعتذر طبعا اذا كان في احراج. صديقي سؤال، الكمامة على كتفك تمام؟ ليش مش لابسها؟ اخذنا المطعوم. اخذت المطعوم جرعتين ولا جرعة؟ In America we don't have to wear this man. جرعة ولا جرعتين؟ جرعتين. خلاص ما في داعي. هيك المفروض بقوله. يا زلمة تخنق. يا زلمة تزبطش معنا. ولو كان في غرامات طيب؟ خلاص اخذنا المطعمين يا زلمة. اخذنا المطعمين عشان ما نلبسها. ابن عمه لا؟ لا ابن عمتي. ابن عمك من امريكا؟ من امريكا. لابس كمامه. فاكسين يا حبيبي، فاكسين. اخذت الفاكسين؟ فاكسين. هيو الفاكسين. ولابس الكمامه. ولابس كمامه لسه عشان احترام العمان. طيب اهلا وسهلا فيك في عمان. حبيبي. اشكرك. حبيبي. شكرا جزيلا. طيب نشوف نستمر الان. ممكن سؤال سريع. مساء الخير. مساء النور. وين كمامتك؟ ما بلبسها. لا شو السبب؟ محروق وشي. فما بتلبس عشان مين حكى لك؟ دكتور حكى لك ما تلبس؟ اي والله اعطاك الصلاحيه انك تلبس. اي نعم. طيب الف سلامه عليك. ان شاء الله. الف سلامه عليك. اشكرك يا حبيبي. شكرا شباب، الله يعطيكم العافيه. ممكن سؤال سريع؟ ماشي. طيب ماشي حبيبي. يلا انت بدك نسالك. وين كمامتك؟ هذا السؤال. هيا. ليش لابسها؟ احنا في وسط البلد. انا والله عشان صدري بنخرق فجاه يعني ما بقدرش. هلا شلحت والله، رشيت على حالي مي الخنق. سلام. الف سلامه. شكرا يا حبيبي. شكرا اشكرك. احنا طبعا مجرد سؤال ولا نقوم بمكان القضاء ولا. ممكن استاذ الكريم سؤال؟ الله يعطيك العافيه. كمامتك وينها يا سيدي الكريم؟ سؤال. في الشنطه. ليش مش لابسها؟ والله هسه طلعت من الشغل لسه. الله يعطيك العافيه. اشكرك. اذا اجوبه متعدده. ممكن سؤال؟ نستمر في وسط البلد معكم اذا نستطلع ارى المواطنين. سؤال ممكن؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. وين كمامتك يا صديقي؟ كمامتي ماخذ المطعوم. ماخذ الجرعتين؟ ماخذ الجرعتين. وهذا كافي اني ما البس؟ برايك طبعا. انا برايي لانهم اعطونا المطعوم وهيك فهمونا انه لما تاخذ المطعوم مش راح. بس مش الكل اخذ المطعوم برضه، ما ننسى انه يعني بلايره. نعم. طيب يلا الف سلام عليك. انت من مبدا انه خايف على صحه الغير. انا اكيد انا فاهم عليك، بس الواحد خلص لانه اخذ المطعوم بتلاقيه عشان هيك. سلام. الف سلام. اشكرك يا صديقي. نسال الشباب. شباب ممكن سؤال يا شباب؟ كيف حالك سريعا؟ راحوا الشباب ما في مشكله. نستمر في هذا البث طبعا يعني لكي نكون منصفين. هناك نسبه من المواطنين نسبه جيده لبس بها ملتزمون، لكن للاسف عدم الالتزام الان منتشر. شباب يعطيكم العافيه. سريعا ما بدكم نسالكم الكمامة بس ليش مش لابسها؟ ليش في سبب برأيك؟ أنا حاليا ما في مشكلة. هسا حاليا بالوضع الطبيعي انه احنا طالعين نشم هواء، مش طالعين نلبس كمامة. هي واحد انه كنا بنتحلى وكنا بندخن حاليا، فكلها مع بعض تيجي بك جوا كلها فخلص ولا هي في جيبتي. يلا اشكرك يا صديقي. نستمر يعني اراء متفاوتة وأراء غريبة منها وأراء منطقية يراها اصحابها منطقية. ممكن سؤال؟ تفضل حبيبي. كيف الحال؟ الله يعطيك العافيه. الله يحييك. بدنا نسالك عن الكمامه، برايك انت او انت مش لابسها ليه؟ ليه مش لابسها؟ انا السبب مش لابسها اني بمشي بسرعه، عرفت كيف؟ فنفسي يعني شوي انقطع. هو مبين. الله هذا السبب. فتحملني لاني بدي الحق السياره شوي. ما في مشكله. الله يبارك فيك يعطيك العافيه. ان شاء الله بالتوفيق. اهلا الله يعطيكم العافيه. طيب نستمر ايضا معكم في هذه التغطيه من وسط البلد. نسأل عن عدم ارتداء الكمامة لعدم المرتدين طبعا، أما الذين يرتدون لا نسألهم. طيب ما بده شاب نسأله؟ هون الشباب أغلبهم ملتزمين. ممكن الشباب نسألكم سؤال؟
مرحبا، كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. سؤالنا عن الكمامة سيدي. حياك الله، تفضل. مش لابس الكمامة، ايش السبب؟ السبب هيك والله، وفي مجال انك لو سمحت ما تطلعنا على الكمامة. تكرم بعد اذنك يعني. طيب تكرم تكرم. عشان دوامنا وعشان يعني عشان ما يطلع مسؤولية. خلص اشكرك حبيبي. ماشي يا حبيبي. ماشي. وكل سؤال يا عم الكريم، كيف الحال؟ اهلا وسهلا. ليش مش لابس الكمامة؟ يعني الحمد لله النسبة هلا نازلة كويس، وأنا مطعم ماخذ طعمين الأول والثاني. الحمد لله. جرعتين. ماخذ الجرعتين الحمد لله. ألف سلام. شكرا. نشكرك. نشكرك. ملتزمون. إيش معلم؟ مشاهدينا أهلا، كيف الحال؟ نسألك. راشد شو بحكي معك؟ عن بس خلينا شوي نبعد عن الأزمة. عن الكمام سيد الكريم. كم كمامتك؟ والله لانه خلص الفيروس انتهى، وانا اخذت المجروع مرتين. اخذت الجرعتين؟ مرجرعتين الحمد لله رب العالمين. انت ترى انه انتهى الفيروس؟ يعني تقريبا يعني، بس او ممكن ترى انه الجرعتين يعني كفايه زي كانه حمايه يعني. لكن مش الكل ماخذ الجرعتين ايضا؟ لا لا لا، هو غلط بس. طيب. نتمنى السلام للجميع سيدي الكريم. اشكرك اشكرك. طيب استمرونا معكم. اسماعيل انا ممكن سؤال؟ مرحبا. أهلين. كيف الحال؟ نسألك سيد الكريم، احنا على الهواء مباشرة، عن اليوم في عزوف بالنسبة للكمامة، نسبة كبيرة من الناس ما بتلبس الكمامة، ليش السبب؟ والله السبب انه الواحد اخذ المطعوم، وهذا السبب يعني على حسب احنا بأمان صرنا وهي الظروف، وان شاء الله ما بترجع هاي اللي كان، والواحد عشان يتنفس عن اللي يعني كان في حشر، يعني كان في حظر وحجر كثير، فعبينا نحن ايش نطلع فيها ونتنفس. السلام. ما في الله يسلمك. اشكرك اشكرك. محمد بستمر. انا اسماعيل بدي اشكرك. واضح اسماعيل السلاوي. نعم. مراسلنا من وسط البلد. بدي اشكرك جزيل الشكر.